السلام عليكم. تابع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية تحقيق الأرباح، حيث ارتفعت القيمة السوقية للمؤشر حوالي 19 نقطة خلال الأسبوع الماضي، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 375 صفقة بزيادة نحو 100 صفقة عن الأسبوع الماضي. كما زاد حجم الأسهم المتداولة حيث وصلت إلى أكثر من 748 ألف سهم، ولامست قيمة التداولات 94 مليون ليرة سورية. انخفضت الطلبيات الصناعية على السلع في ألمانيا بشكل غير متوقع بنسبة 1.3% في أيار الماضي، ما يؤكد على هشاشة أكبر اقتصاد أوروبي ويحبط الآمال في أن تدعم ألمانيا النمو الأوروبي. ورسمت البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة صورة مختلطة للاقتصاد الألماني الذي بدا متماسكا بدرجة كبيرة في السنوات الأولى من أزمة ديون منطقة اليورو، ثم انكمش في نهاية العام الماضي وتجنب بفارق ضئيل الدخول في حالة ركود في الربع الأول من عام 2013. وفي إيطاليا تراجع إنفاق الأسر الإيطالية على الغذاء العام الجاري بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيطاليا. وأوضح اتحاد الزراعيين الإيطاليين كولديرتي أن مشتريات الأسر الإيطالية من المواد الغذائية انخفضت بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من العام الجاري. من جهته أشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء استات على أن الأزمة في إيطاليا أدت إلى تقليص حجم الاستهلاك ودفعت الأسر إلى اختيار السلع الأقل جودة حتى بالنسبة للمواد الغذائية. تراجع سعر اليورو صوب أدنى مستوياته في 5 أسابيع أمام الدولار، متأثرا بتعهد البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة. وما زال اليورو عرضة لمزيد من الانخفاض إذا جاءت بيانات العمالة الأمريكية المرتقبة قوية. وأدى تعهد البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة إلى توسيع الفجوة بين العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية إلى أكبر فارق منذ نيسان عام 2010. ختاما سلام الله عليكم وعودة إلى جعفر وسمر. شكرا هبة. شكرا هبة. تحت عنوان